أعربت السفارة الألمانية بالقاهرة عن شكرها لمصر لمساعدتها على إجلاء رعاياها من السودان. في السياق ذاته أعرب سفير لبنان لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية السفير علي الحلبي عن بالغ الشكر والامتنان والتقدير للسلطات المصرية لدعمها وتسهيلها عملية دخول 5 مواطنين لبنانيين إلى الأراضي المصرية عبر الحدود مع دولة السودان، تمهيدا لعودتهم إلى لبنان. سمنت سفارة لبنان بالقاهرة عملية إجلاء اللبنانيين 5 مشيدة بالجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المصرية في سبيل تسهيل عملية دخول اللبنانيين إلى الأراضي المصرية تمهيدا لعودتهم بسلام إلى لبنان.